متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. إذن ما زالت المملكة ضمن تأثير تبعات الحالة الماطرة التي تعتبر واسعة النطاق والتي أثرت على أجزاء واسعة من المملكة. هذه آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تبين عدة أمور، أهمها وجود حزام من السحب الممطرة يغطي أجزاء واسعة من المملكة، ممتد من مرتفعات مكة والطائف وبعض المناطق الساحلية من القنفذة والليث وشمال الباحة إلى القصيم وأجزاء من حائل ورفحاء والحدود الشمالية وحفر الباطن. جميع هذه السحب يتخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية الممطرة ذات الأمطار الغزيرة والمترافقة مع تساقط لزخات البرد، كما يتقدم هذه السحب بعض الموجات الغبارية الكثيفة الناتجة عن نشاط في سرعة الرياح. على الجانب الآخر نلاحظ وجود كميات من السحب والغيوم في القطاع الشمالي الغربي من المملكة، ولا سيما أكثرها أهمية تلك التي تقع في الساحل الأوسط من البحر الأحمر وتؤثر على مناطق سواحل المدينة المنورة مثل أمنج، ويتوقع امتداد هذه السحب لاحقا إلى مناطق ساحلية أخرى سنقوم بالشرح الآن عليها بعد قليل. هذه إذن هي توقعات الهطولات المطرية بحسب النمذجة الحاسوبية، كما نلاحظ هي تقريبا مطابقة لما شرحناه قبل قليل على صور الأقمار الاصطناعية. خلال ساعات هذه الليلة يتوقع تعمق الأمطار في مناطق القصيم وبالقرب من حفر الباطن وأجزاء من رفحاء والأجزاء الغربية من الرياض، تحديدا في مناطق الدوادمي ومرتفعات جنوب غرب المملكة، تحديدا مرتفعات الباحة وربما تطال بعض مرتفعات عسير. أمطار يتوقع أن تشمل السواحل، سواحل المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر، وأمطار متفرقة في منطقة الجوف وتبوك وشمال حائل والحدود الشمالية ومنطقة القريات والطريف. مع ساعات صباح يوم غد يتوقع هذا الحزام الممطر أن يمتد تدريجيا باتجاه الشرق ليصل إلى حفر الباطن ويقترب من العاصمة الرياض، في حين تتابع هذه السحب والغيوم الركامية المتشكلة على البحر الأحمر مسارها باتجاه الجنوب لتضرب أيضا سواحل أكثر جنوبا من المدينة المنورة، مثلا رابغ ربما تطال مدينة جدة تدخل إلى الداخل باتجاه المدينة المنورة، وأيضا تنشط السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وبعض المناطق الساحلية هناك، كما تكون الفرصة متاحة لبعض الأمطار في كل من الجوف وعرعر بمشيئة الله تعالى. مع ساعات نهار يوم السبت يتوقع استمرار تقدم هذا الحزام الممطر ليقترب من العاصمة الرياض، وبالتالي هناك فرصة لبعض الأمطار غدا في العاصمة الرياض، أمطار متوقعة في كل من عرعر وسكاك وحائل والمناطق المحيطة بها على شكل زخات محلية، أمطار رعدية متوقعة بمشيئة الله تعالى على جدة والسواحل المطلة على البحر الأحمر كنتيجة للمسار الشمالي الغربي للرياح الباردة فوق البحر الأحمر ذات المياه الدافئة، وفي جازان والمناطق الجنوبية أيضا الفرصة مهيئة لبعض الأمطار على المرتفعات وبعض المناطق الساحلية، ويتوقع استمرار هذا الأمر حتى ساعات مساء يوم السبت. بعد ذلك يبدأ المنخفض الجوي بالانسحاب كليا بالاتجاه الشمالي الشرقي ممتد للمملكة، وتتراجع فرص هطول الأمطار بشكل تدريجي في أغلب ومختلف مناطق المملكة. عودة للأحوال الجوية، متوقع هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء مغبرة للغاية، ستكون درجة حرارة صغرى 14 درجة مئوية، هناك نشاط متوقع أيضا في سرعة الرياح. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، إذن غدا السبت الفرصة متاحة للأمطار بمشيئة الله تعالى، 26 درجة مئوية في ساعة النهار، 12 درجة مئوية في ساعة الليل، تراجع متوقع في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، تصبح 22 درجة مئوية في ساعات النهار يومي الأحد والاثنين وتسع درجات مئوية في ساعة الليل، ولكن هناك تراجع واضح في فرص الأمطار، وبالتالي تقتصر فرص الأمطار بشكل أساسي في العاصمة الرياض يوم السبت نهارا. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم السبت، ويوم السبت أقصد، والصغرى ليلة السبت على الأحد، وسنبدأها شمالا من سكاكا، فرص لأمطار متفرقة 15-8، كذلك أمر في عرعر 12-9، 17-8 في تبوك والأجواء غائمة جزئيا. في غرب المملكة تكون الفرص متاحة للأمطار في جدة كما ذكرنا من 24-18، مكة المكرمة أجواء تكون غائمة جزئيا 25-17، 21-11 في المدينة المنورة، وفي الطائف من 18-8 درجات مئوية. انتقالا إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، يتوقع أن تكون الفرصة متاحة لبعض الزخات الرعدية في مرتفعات أبها 17-9، كذلك أمر في الباحة 15-8، وفي جازان الفرصة قد تكون متاحة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار على بعض المناطق الساحلية المحيطة من 26-21 درجة مئوية. في الإحساء شرقا تكون 29-15 مع طقس مستقر، 27-17 في الدمام مع أجواء مستقرة، لكن أمطار رعدية متوقعة في حفر الباطن والعظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية. في المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض كما ذكرنا فرص لأمطار
26/12، في بريده 18/10 مع فرص لبعض الامطار ايضا غدا، وايضا الفرصه متاحه للامطار في حائل من 13 الى 6 درجات مئويه. هذا كان كل ما لدينا بشان الاحوال الجويه في المملكه. نعود ونوصيكم بضروره الانتباه بعدم التواجد في بطون الاوديه ومجاري الشعاب والسيول خوفا من تشكل السيول الجارفه احيانا، وكذلك ندعوكم الى ضروره الانتباه اثناء السفر على الطرقات الخارجيه من مخاطر تدني مدى الرؤيه الافقيه الناتج عن الغبار او احيانا من عبور السيول لتلك الطرق. نسال الله لكم السلامه جميعا، اتمنى لكم جميعا مساء سعيد اينما كنتم، الى اللقاء.